السلام عليكم احبابي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله الكل يكون على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نخدم معكم هاد الجلابه اللي شفتوهم في الاول. غنخدمها معكم بكل التفاصيل ديالها، مولاتها بغاتها بالماما اللي هي كتشوفوها امامكم دابا، وغنبداها معكم ان شاء الله مرحله بمرحله. اللي هي هاد المرمط العقيق كتكون مطلوبه بزاف، وكتجي الصراحة زوينة وراقية. وغنخدم معكم حتى كيفاش كنجيبو الرشمات، كيف ما كتشوفوا هذه الرشمة اللي انا كنخدم عليها حاليا. خلاص، راني كنت في الفيديو السابق شرحت لكم شنو هي المرمى وكيفاش كنصايبوها عند من هاد الشوكولاتة، تلقاو في الفيديوهات الاولى الخيط ديال المرمى. خلاص، كنولي نعاودو في اي فيديو نوري لكم لي بالي اللي كنأكد عليهم يكونوا رقم 10 باش يساعدونا في الخدمة. والعقيق ما تصونو، كنأكد على العقيق يكون ما تصونو، لأن العقيق ما تصونو هو اللي كيجيب لنا الخدمة نقية وزوينة وما تنتعذبوش فيها. دابا غنخدم إن شاء الله بجوج ألوان وبجوج هما تصونو، مازال خصناش أنا بالعقيق العادي. كنتمنى الأمور تكون إن شاء الله واضحة يا ربي. ودابا غادي نبدا معكم إن شاء الله هاد المرمى كيفاش تتخدم، وكنتمنى تكون يعني مفهومه واضحه. وهي صراحه ما صعيباش، خاص غير الانسان يعطيها الخاطر ويعطيها الوقت. وكنصحكم زعما لقيتو بحال هاد اللباس تاع الطبيصات هادو كديروا فيهم العقيق كتجيكم الخدمه مريحه وسهله وزوينه. دابا ان شاء الله غادي نبدا معكم الطريقه كيفاش كنخدمو. اول حاجه بني كنبغيو نخدمو في الاول، كنجيبو التليفون كنحطو عليه الرشمه ولا كنخرجوها في ورقه، ابخي كنحيدو التليفون كنبقاو نخدمو غير من الرشمه اللي خدمناها. هادشي اللي كنبدا بحال هاد الرشمات كان عندنا شكل واحد اخر، كنوليو نخدمو بطريقه اخرى. بحال دابا كيف ما كتشوفوا انا معلمه بالجبنه وهنا خدام في نفس الوقت. الامور كنتمنى تكون واضحه ان شاء الله. وكنبقاو نحسبو شحال عندنا من العقيق وحنا خدامين. كنحسبو شحال عندنا من العقيق بوردو وشحال عندنا من العقيق الاخر وحنا تنخدمو، تنكملو الحساب العقيق. ملي كنكملو الحساب ديال العقيق ديالنا كنديرو الخيط. ضروري ديما كيف ما تنقولكم في المرمى الخيط ديما يكون من التحت، وكندوزو ليبرا من فوق العقيق كما كتشوفوا باش كتجينا الخدمه. حيت ملي كنحلوا المرمى راه يقدر حنا خارج منها، وملي غنحلوا المرمى العقيق ديالنا كله غيولي مكشكشنا من الفوق. خصنا نعاودوا المرمى، نعاودوها كامله بالخدمه وكتجينا صعوبة باش نعاودو نفينيوها وهي ماشي في المرمى. كنتمنى الامور تكون واضحه. كنزيرو الخيط ملي كنخدموه، كنزيروه باش يبقى داب فيكسي. ما كنجيوش نضربو ضربه وحده، وكنبقاو نضربو ثلاثه العقيقات ثلاثه العقيقات وحنا غاديين، حتى كنتاكدو ان الخيط راه دارس فوق المرمى كامل. وهاد الطريقه هي باش كتجيكم هكا المرمى مقاده هانتوما كيف ما كتشوفو، مقاده وما كاينش عقيقه طالعه ولا عقيقه هابطه، كيكون العقيق مقاد. والله يزين الصنعه يا ربي، والله يعاون الجميع اللي تيخدم شي حاجه بالحلال، والله يعاونو عليها ويقدرو عليها. كنولي نحيدو ليبرا من مرحله لمرحله، سالينا الصف الاول كندوزو للصف الثاني وحنا غاديين. وغادي لكم فيديو خاص على كيفاش نقلبوا على اي رشمه بغينا نجبدوا هاد المرمى. غادي ندير لكم فيديو ان شاء الله خاص باش يسهل عليكم طريقه البحث.
على اي مرمى بغيتو ولا على اي فوطو، بالنسبه ماشي غير بالنسبه للمرمى، بالنسبه للرباطي، فاسي، اي حاجه تركي، اي حاجه كتخص بهذا المجال الخياطه، غادي نوريكم مثلا كيفاش تحطوا الصوره وتسكرينوها وتسجلوهم واحد الموقع اللي هو كيسهل لنا صراحه البحث بطريقه سهله. نكملوا الخدمه ديالنا خطوه خطوه. دابا انا كنحسب وكنشوف شحال ديال العقيق عندي من البوردو من النحاسي حتى ان شاء الله نكمل الصف. كنأكد عليكم هذه المرحله هذه، شوفوا الخيط كيدوز من تحت لهذيك الخيط اللي زلقنا ديال العقيق كيدوز من تحت المرمى. كنأكد على هذه المرحله حيت هي مهمه بزاف، كيدوز من تحت المرمى وكان فيكسي والعقيق هو الاول. كل عقيقه كنحطوها تشد بلاصتها باش منين ماشي تنديروا الخيط وعاد لقاو عقيقه ناقصه، حتى كنبريسيو كل عقيقه في بلاصتها وعاد كنجيبوا الابره وكندوزوها من وسط الخيط من وسط العقيق، اعتذر، كندوزوها من وسط فوق وسط العقيق باش كتشد بلاصتها، وفي نفس الوقت خص داك الابره تكون فوق الخيط فوق داك الخيوطه اللي ستينا في الاول. والطريقه ديال تسدي هذا المرمى وهذا راهم خلاص كاينين في فيديوهات الاولى، يمكن كلكم زعما ترجعوا لهم باش تعرفوا الطريقه. والطريقه واضحه ماشي فيها شي صعوبه ولا شي حاجه، الطريقه واضحه. وهذا العقيق المتصون علاش انا كنأكد عليه حيت هو تيسهل لنا الخدمه وكيجيبها لنا مقاده، حيت كيكون في داك الباكيه العقيق مقاد ماشي عقيقه كبيره عقيقه صغيره، عكس العقيق الاخر تتلقى عقيقه طويله عقيقه قصيره عقيقه مكركبه. يعني المرمى ما تجيكش هكا بريسيا، كتجي كلها بشكل. كنتمنى الشرح ان شاء الله يكون واضح وما فيش شي صعوبه ولا شي حاجه، راه سهل اسهل ما يكون، خصها شويه ديال التركيز وشويه الخاطر. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا ما كتجيناش شي عقيقه طالعه ولا شي عقيقه هابطه، كتجينا مقاده ومتسولة والله يعطيني الصحة. كنتمنى تكون الفكرة واضحة، وغادي نخدم واحد شوية باش ما نطولش عليكم بزاف في الفيديو، ونقول ان شاء الله نرجع في الفيديو الثاني باش نكمل لكم. هكا كيف ما كتشوفوا ها انا خدمت واحد شوية بس سهلت عليا وخدمت الفرقة، الفرق خلاص سهل ما فيش واحد الصعوبه، وخدمت الفي الفي كتبقاو نتوما غادي نتوما كتنقصوا في العقيق. صافي هذا هو الشيء اللي فيها، ما فيش زعما شي صعوبه ولا شي حاجه. صافي كيف ما كتشوفوا كيف ما كتجينا زوينه وراقيه وخفيفه، والخدمه كتجينا بريسيه ما كيجيناش شي طالع شي هبط، كيجينا العقيق متوازن ومقاد. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وهذه من اكثر الاشياء اللي كنبغي انا نخدمها، يعني عندي واحد الحب ليها كبير هذا المرمى. وكنفرغ فيها واحد الطاقه سلبيه، اي طاقه سلبيه كانت عندي كنفرغها في هذا العمل اللي كنقوم به، وكيعجبني نتفنن فيه بصراحه كنلقى فيه راحتي بزاف. بالنسبه للفرق كيف ما كتشوفوا كنخدموا عادي، كنطلقوا السامبل وكنجيو كنخليو ديما عقيقه في الوسط، كنحسبوا داك الصف شحال عندنا وكنقسموه على جوج، هذيك العقيقه الوسطانيه هي اللي كنخليوها باش كنطلقوا الفي باش كنطلقوا الطلقه ديال الكول، وديما كنديروا فيها 9 سنتيم على حساب الدوره ديال العنق. كنتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح ومفهوم وما فيها زعما شي صعوبه ولا شي حاجه، انتما كيف ما كتشوفوا ساهله. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم،
دابا غنجيو نقطعوها باش نخدم معاكم داك الطريقه ديال الهدوب. كنجيو ديما كنخدمو كنخليو المربى كنبداوها الفوق باش كنخليو واحد المسافه، وهاد الخيوط كاين اللي تيخليهم تيدفنهم ولا تيعقدهم ويخليهم اللور. انا لا، ما تنبغيش داك الخدمه عقيق مدربزه، انا كيعجبني نخدم بهم الشوشات ونفنيهم مزيان باش ما كيبقى لنا المرمى كالقدام كاللور، كتجينا من خدمه نقيه. هانتوما انا قطعتها قدامكم، غنحيدو المرمى وغادي نجيبوها باش نخدموها. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه هي المرمى ديالنا، شوفوا الجناب ديالها. ديما ملي كنخدموا الخيط على جوج وكنديروا داك الخيه ما كتجيناش المرمى معقده. وهانتوما كيف ما كتشوفوا ملي كتطبل الخيط وكتخدمها مزيان صحيحه ومقاده، واخا كديرها تتقطع ما تجي حاجه. شوفوا الطريقه باش انا كنديرها، وما الخيط العقيق ما تحرك من بلاصتو ما تجي حاجه، ما تقطع لا والو. دابا غنبدا معكم ان شاء الله الطريقه ديال الهدوب، كيفاش نخدمو الهدوب ديال المرمى. انا الهدوب تنخدمهم بهذا الخيط اللي كنخلي له واحد المسافه طويله باش كنخدمها، ما كنجيش ونعقدو ونجيب خيوط اخرين. ما كتعجبني الصراحه داك الخدمه اللي كتجي لها علاقه، الا حيدت الزيته غير جلابه ولا الا كان عندها غير ثوب خفيف كيبقى داك الخيوط هكايك باينين لها معقودين من تحت الكورتي ديال تو دو تاي. يعني لا، داك الخيوطة اما نفينيوهم ونقطعوهم وعاد نجيبو خيوط اخرين، اما نخدمو بهم. انا كنفضل نخدم بهم المرمى. هانتوما غادي نبدا ان شاء الله. هادو الخيوطة ديال الجناب، الكوطي ديال الجناب ديما كندفنوهم ما تنخدموش بهم، ما كنديروهمش هدوب. علاش؟ لان الا ديرناهم كيجيونا في الجناب واقفين. ديما دوك الجناب كندفنو الخيوط ديالهم وعاد كنبداو نخدمو غير الوسط الهدوب الوسطانيين. هاد الجناب هادو ديما كنانيليوهم. هانتوما دابا غادي نبداو. احنا دفنا داك الخيوط، هادوك الخيوط الجناب دفناهم مزيان، كتبقاو تشدوهم وتخشيهم بين العقيق وبين الصفوفات حتى كتساليوهم. هانتوما شفتو الصف الاول حيدناه، دابا غنبداو بالصف الثاني، هو اللي غنبداو نديرو به الهدوب. يلا على بركة الله. كنخدم معكم في هذا الفيديو الخطوات المهمين باش ما يجيش طوال بزاف وما يجيش ممل. كنبقاو نخشيو قلت لكم حتى كندفنوا داك الخيط. كيف ما تشوفوا انا عاودت معاكم الطريقه ديال كيفاش كندفنوا داك الخيوط خطوه بخطوه، كنتمنى تكون واضحه. هانتوما يعني كنجيو بين العقيق وتنبداو ندخلو ونخرجو داك الخيط حتى كنثبتوه مزيان وكنتاكدو منو انه ما غاديش يسلنا ولا يخرج لنا منو العقيق. وحنا كندخلو ونخرجو ندخلو ونخرجو حتى كيتدفن مزيان داك سميتو داك العقيق. الخيط حيت درت في الجناب على ثلاثة، سديت الخيوطة في الجناب على ثلاثة، أما في الوسط سديتو غير على واحد. على سديتو على ثلاثة حيت كنحتاجو أننا ملي كنبقاو ندخلو الخيط ونخرجوه يقدر لك الخيط ما مزيانش يتقطع لنا. ملي كنفينيوها مزيان كنقطعو خلاص الخيط ما تنخليوهش، وكتجي المرمى نقية وكتجي المرمى زوينة. هانتوما شفتو كيفاش كيجيو في الجناب، الجناب كيجيونا مقادين ومفينين، وما غاديش نقولوا لا والله الحقيقه يتقطع لنا من الجناب، لا تيكون مقاد تسخفش عليه. دابا غنبداو الطريقه ديال الهدوب. الخيط ضروري خصو يكون طويل، وكنأكد عليه انه يكون طويل
باش كيجيونا الهدوء طوال وزوينين، وفي نفس الوقت كنلقاو كيفاش نديرو نفينيوهم، مكيعذبوناش في الفينيسيون. هذا هو الخيط، غادي نركبوه في الإبرة وغادي نشوفو شحال حنا بغينا نديرو تلحقيق، إما يمكنك ديري سامبل، إما ديري برونز، إما ديريهم بجوج، كتحسبي شحال مثلا انتي باغا ديري. انا مثلا نقولو مثلا غادي ندير مثلا 20، وغادي ندير 20 في البرون في البوردو، وغادي ندير 15 في البرونز، وعاوتاني 20 في البوردو. شوفوا الطريقه كيفاش غادي نسدي لكم، كيفاش غادي نفيني هذوك الهدوب. هاد الطريقه خصكم تركزوا عليها. شفتهم اللي كنديرو داك الهدوب، غادي نجيو وغادي نخليو العقيقه التحتانيه، وغادي نحشيو الابره في العقيق الاخر. هذيك العقيقه التحتانيه هي اللي كتشدنا داك الهدوب. هانتوما كنخليو داك الحقيقه وكنحشيو ليبرا في العقيق الاخر باش كيتشد لنا المرمه. كنتمنى الطريقه تكون واضحه وباينه ما فيهاش شي صعوبه. هكا كنجيبو اول حاجه الخيوطه، كنستغلوهم باش كنصيبو بهم داك الهدوب. وثاني حاجه اللي مؤكده اننا كنفينيو المرمى، كتجينا كي وجهها كي ظهرها، وكتجينا خدمه نقيه وزوينه. ملي كنجرو داك الخيوطه ما كيتقطعنا، ما تيتسنى عقيق، ما حتى شي حاجه. علاش؟ لاننا دفناهم مزيان. شوف العقيق الخيط فين كان وفين ولا، كنبقاو ندخلو ونخرجو ندخلو ونخرجو حتى كنتاكدو من الخيط انه ثبت وخدا بلاصتو، يعني ما غاديش نخافو من العقيق انه غيتسلنا ولا يتقطعنا ولا شي حاجه. وبهذه الطريقه كتجينا الخدمه زوينه ونقيه. هانتوما كيفما كتشوفو بهاد الطريقة هادي غنخدمو الخيوط كاملين. نولي نخدم معاكم الخيط الثاني باش تزيدو تفهمو الطريقة كيفاش دايرة.
من بعد ما كنزلقوا الحقيق في الابره وكناخذوا نفس الحساب باش ماشي مثلا كنديروا صف فيه 20 وصف فيه 30 وصف ما غايجيناش مقاد وما غايجيناش زوين. الحقيق الصف الحساب اللي درنا في الخيط الاول كنديروه في الثاني والثالث حتى كنكملوا المرمى نفس الحساب نفس العبار نفس كل شيء باش كيجينا داك الشيء مقاد. الا غلطنا في الحساب مثلا الصف الاول درت فيه 20 والصف الثاني درت فيه 30 غايجي شي طويل على شي غايجي داك الشيء لا علاقه. كنأكد على الحساب الحساب والتركيز نفس الخطوه غنهبطوا الحقيقه الاولى ديال الزلاك وغادي ندخلوا الابره في داك الصف وحنا غاديين حتى كنكملوا كنوليو عاوتاني نكملوا الابره كنثبتوها نزيروها مزيان باش داك الزلاك ديال الحقيقة اللي زلقنا تيشد بلاصتو. الخطوة راها بسيطة ومفهومة كنظن ما فيها لا صعوبة لا حتى شي حاجة. غنولي نعاود معكم بالطريقة كيفاش كنفينيو الخيط. قلتلكم تنبقاو ندخلوه ونخرجوه ندخلوه ونخرجوه بشوية علينا حتى ملي كنوليو نجرو داك الخيط اللي درنا ديال الحقيقة وما تيكون ثابت شاد بلاصتو صافي كنعرفو راسنا اننا صافي داك الخيط ثبتناه مزيان. هانتوما انا خدمت قدامكم جوج راهم ثابتين يعني واخا غادي نجروهم شوفوا ما غاديش العقيق يرجع لنا ولا شي حاجه لنا. وهانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي كيلوجه كالظهر كيلوجه كالظهر ديال الماما يعني داك اللي جينا وعقدنا هكا انما كتعجبني داك الخدمه كتجي الصراحه خايبه. انا كنفضل هذه الطريقه هذه كيف ما شرحت لكم في الاول صافي داك الخيوطه كنفينيوهم وكنبداو ندخلهم حتى كنفينيو المرمى ديالنا كتجي زوينه ومتوله وانتم مالين التاويل. هنا ملي نسيت المرمى ديالي شوفوا ملي كناخذوا عبر واحد وحساب واحد شوفوا كي كتجينا زوينه وراقيه شوفوا وحتى داك الماتسونو كيعطينا واحد اللمعه اللي هي جميله في الخدمه ديالنا ما تضيعلكش الثمار ديالك على الخوا. هذاك الشيء باش كنأكد على الحقيقه يكون ماتسونو. كل مرمى كيف ما كتشوفوا كيجينا كي وجهها كي ظهرها هانتوما كي الوجه كي الظهر كنتمنى ان شاء الله الدرس يكون مفيد وين الاعجاب ديالكم وشكرا. كنتمنى تشجعوني وتدعموني باش نزيد نعطيكم الاكثر. ها هي المرمى ديالي كنولي نوريها لكم كنتمنى جلابة تعجبكم من الإعجاب ديالكم وشكرا على المشاهدة شكرا جزيلا.